بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الخلق المرسلين. أهلا بكم أعزائنا المشاهدين مع حلقة جديدة من برنامج بالقانون. مشهد سياسي في معترك من الأحداث وكثيرا من الأحداث حدثت في الفترة السابقة. اللجنة التأسيسية تم الاتفاق على تشكيل لجنة تأسيسية لوضع الدستور، اجتماع مجلسي الشعب والشورى، تم الاتفاق على عدد من الأسماء، لم يرتضي البعض الآخر من العلمانيين والليبراليين وبعض التوجهات الأخرى التي لم تحظى بقبول لدى الشارع، ومن ثم حصلت على عدد قليل من النواب داخل مجلس الشعب، لم ترتضي بتشكيل لجنة تأسيسية، فلجأت إلى القضاء الإداري والذي قضى لها بإلغاء تشكيل اللجنة التأسيسية، تأسيسا على أن قرار تشكيلها قرار إداري. وده ممكن أمر يستدعي كثيرا من الحديث، لأن أعتقد أن الأعمال البرلمانية والأعمال التشريعية لا تخضع لسلطان مجلس الدولة ولا سلطان الإدارية العليا، ولكن هنعتبر أنه هو هنمتثل للحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري، وهنقول أنه هو حكم صحيح، وهيكون جزء من حوارنا النهاردة. هنناقش هذا الموضوع بتوسع. أيضا الحكم اللي تحصل عليه فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، شككوا في جنسية والدته رحمها الله، ثم شككوا بأحداث كثيرة حول مصداقية هذا الرجل، ربنا من عليه وأكرمه وتحصل بالأمس على حكم لم يرتضي الإعلام العلماني والإعلام الليبرالي، الإعلام اللي أنا مش عارف هو عايز إيه من البلد، مش عارف. حكم محكمة طلع ما بنش حتى ملامح هذا الحكم، بدأوا يشككوا فيه وقالوا أنه حكم ليس حكم مبين أو كاشف للحالة الخاصة بوالدة فضيلته، ولكنه حكم يمثل هزل. هم بيقولوا كده، قالوا في الإعلام كده أنه يعني ما يمثلش فصل كامل لحالة أو كشف كامل لحالة والدة فضيلة الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل. ثم قانون العزل السياسي، مدى قانونيته، مدى مرجعيته الدستورية والسياسية، ده هيكون محور حلقة النهاردة. معانا أخويا النائب الشاب الجميل، مشهور في دائرته بالنائب حسن النية، حسن الخلق، النائب فريد أبو خضر. أهلا بحضرتك. أهلا بك أستاذ محمد، شرفنا بيك. شرف كبير إن حضرتك معايا النهاردة. الله يعزك، ده شرف لينا إحنا والله. جزاك الله خير، بنحبك في الله والله. حبك لازحتنا فيه. طيب عايزين نخش كده على الموضوع على طول. اتفضل. اللجنة التأسيسية، عايز اسمع راي حضرتك في تشكيل اللجنه التاسيسيه قبل الحكم وصدى الحكم. اتفضل. هو موضوع اللجنه التاسيسيه ده من البدايه وفي بلبله كبيره، مع ان احنا الماده نفسها اللي نصت على تاسيس اللجنه التاسيسيه ما وضحتش ان كان العدد اللي هيتم اخذه كان سواء من بره المجلس او من داخل المجلس، وكان في اقتراحات كتير ب 80 20، وفي اقتراحات ب 25 25 50، وكان في اقتراح ب 30 20 50. دي طريقه لعب دي ولا لا؟ ده فعلا دي تشكيل. لا ده تشكيل ممكن نلعب بيه في المنتخب. لا ده فعلا كان دي، ده كان بعض الاحزاب بتقترح ان احنا ناخد 80 من بره و20 من جوه، وفي بعض الاحزاب اقترحت ناخد ال 100 من بره، وفي احزاب اقترحت ناخد ال 100 من جوه، من جوه المجلس نفسه، لحد ما وصلنا للمبدا اللي احنا شغالين داخل المجلس المجلس اللي هو مبدأ التوافقي، وصلنا ل 50 50 وفعلا ده اللي توصل بيه الاغلبيه، فخلاص ده قرار اغلبيه، والنص المادة نفسه ما بينصش على ان انت تختار كم من بره او كم من جوه، وما فيش اي مشكله. لكن لما جينا بعد ما اختاروا ال 100 وجت طعن عليه في المحكمه الدستوريه، جت المحكمه الدستوريه صدر القانون، المحكمه الاداريه، المحكمه الاداريه صدر القرار زي ما حضرتك عارف بالغاء الحكم المستعجل، بالغاء قرار التشكيل على اساس بالزبط. على اساس انا برضو يعني لازم نوضح للساده المشاهدين ان قرار رئيس مجلس الشعب بالدعوه لدعوه مجلس الشعب والشورى بتشكيل اللجنه التاسيسيه، ده بيعتبرته المحكمه انه قرار اداري، وطالما هو قرار اداري بيخضع لسلطان وهيمنه مجلس الدوله. بتبحث مجلس الدوله في هذا القرار مدى مشروعيه هذا القرار وانحراف سلطه الاداره في اصداره. هل هو ده يعتبر قرار اداري؟ انت من وجهه نظرك قرار برلماني بتشكيل لجنه تاسيسيه لدستور مصر ده يعتبر قرار اداري ولا قرار برلماني يحمل السياده؟ انا شايف استاذ محمد، يعني قبل ما نخوض في الحته ديك انا عايز اسال سؤال بس، هو دلوقتي اللجنه التاسيسيه اللي هيتم اعدادها سواء من داخل البرلمان او من خارج البرلمان، مين اللي هيتم اعدادها؟ مش المجلس؟
صحيح. والمجلس ده ليه اغلبيه لازم نرضى بيها احنا. صحيح. يعني احنا عايزين نعرف احنا لما كان قبل كده لما كان في اغلبيه اللي هي الفلول او الحزب الوطني المنحل، مش كان في اقليه وكانت الاسلاميين هم اقليه وكان راي الاغلبيه بيمشي؟ وساعتها كان بيقول لك لازم تنصاع للديمقراطيه. لما بقى الاسلاميين اغلبيه دلوقتي بقت قررت الاقليه هي اللي عايزه تمشي، حاجه عجيبه جدا. دلوقتي لو احنا حتى هنبقى هنتم اختيار الاعداد دي من خارج المجلس، صحيح، تمام، بالاغلبيه مين اللي هيختارهم؟ بالاغلبيه انتم ممكن توصلوا لتشكيلهم من خارج المجلس من خلالكم. يعني هل الاحزاب الاغلبيه دي ملهاش قيادات خارج عارف المجلس؟ عارف هيعملوا ايه ساعتها؟ هيطعنوا عليه ويحاولوا يجيبوهم جوه المجلس تاني، هيقعدوا يلعبوا كويس. احنا معاهم للاخر. يبقى هو انا عايز اقول لك ان انا هو لا يجوز ان احنا نعقب على احكام القضاء، ولكن لا احنا راضين بيها ان كانت وبسط يعني. سلطان القضاء لأعمال السلطة التشريعية تحتاج لبحث، هو المحكمة قضت وبحثت وأخذت حكم مفيش تعقيب عليه، لكن هي أعتقد أنها تعد من السوابق اللي تستدعي البحث والدراسة حتى تلافيا لها بعد كده. طيب هتعملوا إيه بعد الحكم ده؟ لا يعني هو دلوقتي الموضوع كل اللي انشغلنا في قانون العزل، بس مش عايز بقى الاحداث يعني. فلكن انما إيه؟ متصور ان انتوا تحلوا القصه دي ازاي؟ ان انتوا انا شايف ان في استجابه لقرار المحكمه، يعني في استجابه كامله من كل الاحزاب. بالذات الاحزاب الاسلاميه في استجابه لقرار المحكمه ومفيش طعن عليه، وغالبا يعني هيتم تشكيل غالبا من داخل ولا من خارج البرلمان. هنلعب بره بقى، التشكيله يبقى خارج المره دي. حلو كلمه هنلعب دي. وهي السياسه لعب، والسياسه فيها بتستدعي يعني الذكاء والمداهنه، لان الفصيل اللي قدامك صوته عالي واعلامه اعلام موجه، ده اللي بيخليه حتى الفصيل اللي انت حضرتك بتتكلم عليه ده هو اللي عامل البلبله دي. يعني احنا حضرتك لو بصيت على حزب الحريه والعداله او حزب النور او اي او حزب الوفد، حضرتك لو جيت بصيت في ارجع بالخلف شويه كده اثناء ما كنا بنختار رئيس المجلس والوكيلين ما حصلتش اي بلبله. الموضوع كان شبه تعيين، يعني قعدنا والناس اتفقت الموضوع يتم ازاي، وفعلا الناس جوه متعاونه جدا، وحزب الحريه والعداله متعاون جدا، لكن في ناس بتبقى عايزه تاخد بونت على حساب الاغلبيه. يعني هو عايز يظهر ان هو مقهور ومظلوم ومطحون عشان ياخد بونت ودرجه اعلى، لكن ده خلاص السياسه دي واللغه دي ما الناس كلها دلوقتي فاهمه السياسه. يعني قبل كده كانت الناس كلها فاهمه كوره، دلوقتي الناس كلها فاهمه السياسه، دلوقتي الناس كلها بتتابع وتتفرج وعارفه مين اللي بيتكلم لصالح البلد ومين اللي بيتكلم لصالح شخصي. يعني من ايام كان نزل التحرير شخص ما معانا في المجلس ورفع مش عارف ايه وعمل ايه، دلوقتي رفع الطلقه ما عليش علاقه بقى. لا دلوقتي دلوقتي الموضوع الجديد ان هو موضوع القانون العزل، هو خلاص الخلاف للخلاف. يعني احنا بنختلف عشان نختلف. ما هتشوف المصلحه العامه فين؟ ازاي انت دلوقتي انت بتتكلم في اساسيات، في اساسيات لدوله وفي اغلبيه، ما ترضى بحل اغلبيه؟ مش انتوا اللي بتنادوا بالديمقراطيه وانتوا اللي قعدتوا تتكلموا ان في اقليه ولازم تحترم قرار الاغلبيه، ولا الكلام ده عشان احنا كنا اقليه قرار الاغلبيه مش علينا، ولما نبقى اغلبيه يبقى قرار الاقليه هو اللي يمشي؟ امر عجيب جدا والله. طيب الشيخ حازم صلاح ابو اسماعيل، انت ايه راي حضرتك في التشكيك في الفتره اللي فاتت في جنسيه والده الشيخ حازم الله يرحمه؟ انا اولا بحمد ربنا ان قرار المحكمه نصف الشيخ، لان للاسف ان الموضوع ده كان هتبقى هزه لينا كلنا. يعني لان طبعا انت عارف الاعلام بتاعنا يعني كل حاجه خاصه بذنب الاسلاميين بيلزقها فينا كلنا، يعني بيروح مكبره زي الاحداث اللي فاتت. فكان هيقول لك بقى ادي الاسلاميين بيكذبوا، ادي الاسلاميين مش عارف ايه. فانا بحمد ربنا ان الحمد لله ان قرار ان والدته ان طلعت مصريه، الحمد لله ده والدتنا كلنا كده هي اللي طلعت مصريه، مش والد الشيخ حازم بس. لان الموضوع ده كانوا متخوفين منه جدا، لان طبعا كان الاعلام ما شاء الله يعني كانه تلاقي حاجه بقى قاعد يتصيد الاخطاء ويتكلم على الموضوع. انا شايف ان هم دلوقتي بعد قرار المحكمه واجب عليهم يطلعوا يعتذروا. يعني احنا لما كان عندنا خطا ما واجب عليهم ايه؟ يعتذروا. انت حضرتك سمعت الاعلام امبارح كان بيتكلم على ايه بعد الحكم؟ انا فهمت ماشي، ما هو ده بقى ايه ده انت تسميه ايه؟ انا سمعت ان هم دلوقتي بيشككوا في الحكم نفسه. صح؟ صحيح. خلاص بقى هم يدوروا جوه نفسهم بقى، يعني شوفوا جواهم ايه هم عايزين من نفسهم. يعني اقعدوا في لحظه كده، لحظه صفا كده مع نفسه، يعرفوا هم عايزين ايه. يعني هو لو قرار المحكمه ده ضد الشيخ، مش زي ما تقولوا المفروض الشيخ يحترم قرار المحكمه؟ تسمح لي انا اقول لحضرتك حاجه؟ في مجلس الدوله انت حضرتك في صحيفه اسمها صحيفه افتتاح الدعوه تكتب طلباتك في الدعوه، بتبين عدد من الاسباب داخل الدعوه، ثم بتختتم الدعوه بحاجه اسمها الطلبات الختاميه. بتطلب فيها الغاء القرار الفلاني، سواء القرار ده كان ايجابي او قرار سلبي، لما بينته من اسباب ان هذا القرار قد جاء مجحفا بالطالب، او انه قد جاء يعني يتسم بعدم المشروعيه الاداريه، او في تغول من سلطه الاداره في اصداره. الحكم
بينقل الحكم بينقل ده نتيجه للاسباب اللي انت طلبتها وبيجي محمولا على الاسباب اللي انت طلبتها. تمام. فبدون انا مع كل احترام الاعلام امبارح كان بيتكلم انا كنت مستغرب انا محامي وما اقدرش اقول اللي هم قالوه لان انا ما قريتش الاسباب اللي جت في الحكم اللي هو الحكم ده جاء منقولا على هذه الاسباب عشان يطلعوا يعني يتكلموا بهذه اللهجه التي يعني المحامين نفسهم ما يقدروش يتكلموا بيها لان احنا ما قريناش العريضه ما قريناش الصحيفه الختاميه الطلبات الختاميه. فاعتقد ان هذا الاعلام امبارح بهذه الصوره الفجه قد كشف عن نواياه الغير حسنه. ايه رايك؟ انا شايف ان الشيخ حازم راجل قانون. يعني هو ده كان عضو مجلس نقابه المحامين. انا بقول لحضرتك يعني هو راجل قانون وهو ادرى بان الحكم ده يرضيه شخصيا ولا ما يرضيهوش. هو لو شاف ان الحكم ده في اي شبهه ممكن توضعه في مشكله بعد كده كان هو ساعتها توقف امبارح وكان قال الكلام ده. لا هو خطوه اولى في سبيل الحصول الكامل على حقه الكامل. القصه مش قصه كده، قصه التشكيك لمجرد التشكيك. حكم خده امبارح بيثبت بيه جزء كبير جدا من حقه وبيثبت بيه مصداقيته. تمام. ده قبل اي حاجه دي اهم حاجه 100% مصداقيته. تمام. السؤال هنا اللي يعني بيلقي بظلاله اللي اتكلموا قبل حضرتك بس ما نخش في الحته دي. انا شايف ان الشيخ سواء هيكمل في الانتخابات او مش هيكمل وان شاء الله هيكمل طبعا، انا شايف مصداقيه الحدث نفسه دي كانت اهم من ان الشيخ ينزل او ما ينزلش. بس هو ده هي دي القصة. هي دي اللي تهمني انا شخصيا دلوقتي. انا يهمني كان لازم الشيخ بفضل الله عز وجل ان هو صادق والكل يعلم ان هو صادق، لان ده كان يتاكد للاتجاهات المختلفه اللي هم بينادوا باسماء الليبراليه والعلمانيه واليساريه والجو اللي انت عارفه ده. كان لازم بفضل الله عز وجل وطبعا يرد على الاعلام، الاعلام اللي قاعد يقول بقى الكذابين ومش كذابين، ايه شكلهم دلوقتي بقى؟ هو وجب عليهم الاعتذار، كان هم بقى يتنصروا من دي بقى دي حاجه ترجع لهم هم. لا وبعدين برضو الشيخ حازم بصراحه يعني على الرغم من التأييد الجارف ليه من تيار كبير جدا من المجتمع سواء من الإسلاميين أو غير الإسلاميين وعدد كبير من العلماء مأيدوا تأييد كبير جدا، في بعض الفصائل واجهت هذا التأييد بدفع بمرشحين ليهم، فصائل قريبة ممكن تكون قريبة. أنت رأي حضرتك في هذا الأمر؟ يعني حضرتك تقصد مين برضه؟ أنا مش واخد بالي والله. لا يعني في مرشحين كتير نزلوا. يعني حضرتك بتقصد التيارات الإسلامية؟ التيارات كتير. يعني هو برضه هي الساحه مفتوحه يا استاذ محمد، اللي عايز ينزل ما يتفضل، هو مش في صناديق وفي انتخابات. صحيح. مين بقى هيأيد مين اللي هينجح؟ هو اولا كله متوقف على توفيق ربنا سبحانه وتعالى، لكن الشعب دلوقتي انا حاسس برضه يعني احنا خدنا كذا تجربه متتاليه ورا بعض فيها ديمقراطيه يعني بدأ بانتخابات مجلس الشعب بعد كده انتخابات الشورى دلوقتي داخلين على انتخابات الرئاسه. اعتقد ان احنا مارسنا شويه ديمقراطيه لو ان احنا كلنا عشان ما نبقاش طبعا ظالمين لانفسنا قبل ما نكون ظالمين للدوله، احنا كلنا كي جي 1 سياسه، يعني كلنا بنتعلم، حتى اللي كان هو بيمارس سياسه كان سياسي مع ايقاف التنفيذ. صحيح. يعني ما كانش سياسي بمارس السلطه لا هتقول لي خبره، ما فيش حد كان. صحيح. خبره. صحيح. هم الخبره اللي بيمارسوا السياسه اللي هم في السجون دلوقتي. هم دول اللي كانوا خبره، هم دول اللي كانوا بيديروا البلد. بس انا شايف يعني شايف حتى ذوقيا من باب احترام الشعب ان الحزب المنحل ده ان هم يبداوا بقى ياخدوا جانب شويه على جنب كده ويدوا فرصه لاجيال ثانيه. مش معقوله مصر ما فيهاش الا العقول دي. احنا بنقول لكم كل الاحترام وعارفين انتوا خبره، بس انتوا وصلتوا بالبلد لحل زي ما انت شايف كده. انت هربت من سؤالي وانت عارف انا قصدي، بس انا ما هربتش. انا حاولت انا اغير الموضوع ادخل في قانون العزل السياسي. انا عايز انا عايز حضرتك تقول لي قانون العزل السياسي برايك فيه وتوجهك فيه. يعني انا رايي فيه اللي هو بيدور جواك ان احنا اتاخرنا فيه. هو لو كان طلع قبل كده كان هيبقى افضل عشان حتى لو في طعن عليه كان يبقى قدامنا وقت ان احنا، لان انا نفسي متخوف. يعني انا طبعا بايد قانون العزل بقوه، لان انا ما عنديش استعداد من افسدوا الحياه السياسيه من قبل ان هم يزرعوا على الساحه تاني. من باب الرحمه بينا يعني انتوا دلوقتي اعتبروا نفسكم في اجازه، يعني اجازه نهايه خدمه فتره كده ارتاحوا وبعد كده بقى ظهروا على الشاشه تاني. احنا عايزين نعزلهم 10 سنين، ان جت في 5 سنين انا راضي، بس هم يرتاحوا شويه، يدوا فرصه لكوادر تانية تكتسب خبرات كفايه وتكمل بقى. يعني لان الناس برضو يعني اللي عايزين نتكلم ان المجلس اللي موجود ده او صعود الاسلاميين للقمه اللي جابهم من الشارع. صح ولا الاغلبيه دي جايه من الشارع. ادي فرصه للناس دي. فهو كان من باب اولى ان هم اساسا اللي ما يدخلوش اللعبه السياسيه.
يعني احتراما لانفسهم ولينا احنا. خلاص احنا ناس بس في ناس ممكن تكون عايزاهم. انت حضرتك ليه تحجر؟ انت ليه تحجر على راي بعض الناس انها ممكن تكون شايفه ان شخص معين افضل؟ انا عايز اقول لحضرتك استاذ محمد، ما هو الاعلام بيلعب دور. احنا برضو احنا عايزين نبقى متفقين ان احنا برضو زي ما قلت لحضرتك احنا كلنا كي جي وان سياسه. حتى الناس اللي في الشارع، لا بس معاك الحريه والعداله عندهم خبره كبيره سياسيه جدا. يبقى انت عايز تاخد مني رد معين. لا انا مصر اقول ان الحريه والعداله اولا كلهم اصدقاء وكلهم ناس محترمه. بس انا ما زلت اقول ان الخبره بالممارسه السياسيه. صحيح. طالما انت سياسي معاك في التنفيذ يبقى انت مش سياسي. صحيح. هي السياسه بدات في مصر بعد الثوره. اي حد تاني مارس سياسه قبل كده انا ما اعتقدش ان حد مارس بشكل متكامل. ممكن يكون لهم دور بس هم كانوا محظورين زي ما اتقال عليهم جمال محظور. فعلا انت لما تيجي تسال حد انت ليه ما عملتش كذا، ليه ما قلتش، يقول لك انا كنت مقيد وكان الامن بيقف ضدي. يعني هو بيعترف ان هو كان معاكم في التنفيذ بدليل ان هم كانوا بيسموه محظوره، لكن هم كلهم ناس محترمه جدا وحريصين على تحقيق التوافق داخل المجلس. عشان برضو ما انا 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 يهمني اوضح حاجه برضو لحضرات الساده المشاهدين. القاعده القانونيه، اي قاعده قانونيه لما بيتم إصدارها أو يتم النص على هذه القاعدة ينبغي أن يراعى فيها عدد من الشرائط. أولا أن تكون هذه القاعدة عامة، بمعنى أن تخرج عامة لعموم الناس لا تختص بفئة معينة. ثم أن هذه القاعدة ينبغي أن تكون قاعدة مجردة، فهذه القاعدة لا ينبغي أن يشار بها إلى شخص بعينه، فكأنما بتنحرف السلطة التشريعية عن غرض التشريع لعموم الناس إلى شخص بعينه. ده اسمه في الفقه الفرنسي انحراف السلطة التشريعية. الامر الثالث ان تتسق بس هذه، في حاجه انا بس استاذنك بس اكمل والناقش. الامر الثالث الذي ينبغي الاشاره اليه ان تتسق هذه القاعده مع الفقه الدستوري العام والامور الدستوريه التي لا ينبغي لهذه القاعده ان تخالفها. الفقه الدستوري في هذا الامر يتحدث عن رجعيه الاثر، بمعنى ان تنصرف اثار هذه القاعده بعد انشائها وتاسيسها ووضعها الى الاثار التصرفات اللاحقه على هذه القاعده لا التصرفات السابقه عليها. كل الاسباب دي بتجعل ان قانون العزل بيقع في المحظور الدستوري. القصه دي كلها كانت تتغير في اسبوع او 10 ايام اللي هم فتره باب الترشيح. لو كان هذا القانون صدر قبل فتح باب الترشيح مش بعد فتحه، فما بالكوا هو بيصدر بعد قفل الباب، كان الموضوع كله هيختلف. وهنا مناط البحث، ليه احنا بنتصرف بمنطق رد الفعل؟ مفيش خطه كامله ودراسه للامور كامله، ليه ما بتحطش في الحسبان بعض التصرفات؟ ليه بنستنى ما تحصل مشكله ونبتدي نحط قانون ندخل في متاهه دستوريه؟ دي نقطه مهمه جدا، دي نقطه تستلزم الدراسه للفتره الجايه. صحيح. لان واضح ان هناك قصور في العمليه في دراسه الامور كلها، سواء في اسلوب الصدامات اللي بيحصل مع اللجنه التاسيسيه ثم المجلس العسكري، ودلوقتي هندخل في الصدام مع اللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه. دي لجنه دستوريه، لو انت طلعت القانون مش هيعترفوا بيه ومش هيوافقوا عليه لانه مش ملزم بالنسبه لهم، ان دي المحكمه الدستوريه اللي هتقضي في انتخابات الرئاسه. فانت بتدخل في صراعات، ليه ما تحسبش الموضوع بعنايه وذكاء قبل فتح باب الترشيح؟ وطالما حصل ليه انت ما تفكرش انك تعالج الموضوع بصوره اوضح بدل ما بتدخل نفسك في صدام جديد؟ اتفضل. هو بالنسبه للصدام اللي بتتكلم عليه، احنا انا شايف ان في تاخير، هو حصل تاخير في صدور القانون او تعديل الماده، لكن احنا بقى عشان نتوقع الصدام هيبقى شكله ايه، انا اصلا متخوف من جزئيه انا كنت عايز اكلمك فيها. اتفضل. يمكن انا دايما بستشيرك في المسائل القانونيه دي، فشكل الاستشاره هتبقى على الهوا المره دي. اتفضل. انا دلوقتي بكل بساطه لو نفترض ان احنا صدرنا القانون وطعنا عليه دستوري، تمام، وجات الانتخابات مشيت في مجراها، وجي مثلا فصيل معين تم ازاحته من الطريق من الانتخابات، وانت فاهم طبعا انا اقصد مثلا الحزب المنحل او من كان يشغل منصب رئيس وزراء او وزير او اي حاجه، وجاء بعد كده المحكمه الدستوريه اقرت الطعن بعدم صحه القانون، وجات الانتخابات انتهت وحصل ان الرئيس جه، هل المعبد هيتهدم من البدايه؟ طبعا. انا عايز اقول لحضرتك ان ممكن التصور يكون بصوره مخالفه. انت حضرتك دلوقتي انت اللي بقيت بتقدمني وانا برد عليك. انا هقول لحضرتك الموضوع بصوره مخالفه. الموضوع ان انت هتطلع القانون هتعرضه على المحكمه الدستوريه العليا واللجنه المشرفه على انتخابات الرئاسه، مش هتاخد بيه، هتبقى انت كانك مجلس الشعب ده كده كله بيطلع قانون غير دستوري والمحكمه مش واخده بيه. بس تخيل انت
هيبة مجلس الدولة. أنا 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 اللي مزعلني في الموضوع ده حاجة واحدة بس، هو عدم دراسة الأمور دراسة صحيحة. إن أنت كان لازم قبل ما تتفتح باب الترشيح تبقى قاعد مع نفسك وحاسب الحسابات دي، فين المكاتب السياسية بتاعت حزب الحرية والعدالة وحزب النور؟ ليه ما بيقعدوش مع بعض ويعملوا دراسة للوضع قبل الدخول فيه؟ ليه ما بيتعملش دراسة متأنية وحسابات دقيقة لكل فعل عشان يكون في رد فعل جاهز؟ إنما أنا أستنى لما تحصل القصة ويتقفل باب الترشيح ويتقفل على المرشح بعينه وابتدي افكر في قانون جديد، قانون مفتقد لكل الشرائط القانونية، ده خطأ كبير جدا، خطأ للأسف، وكمان أسلوب معالجته خطيئة. ماشي، بس في حاجة يا استاذ محمد، انا استأذن حضرتك قبل ما نتكلم معانا اتصال. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. ازيك يا استاذ محمد؟ الله يبارك لك. هو بس في حاجة بعد اذنك كنت بشارك، وفي حاجة كنت عايزة بس انوه اليها بعد اذن حضرتك. اتفضلي. هو بالنسبه كان في برنامج اللي هو من القاهره الاستاذ ملهم العيشوي، كان في واحد رئيس تحرير جريده اليوم السابع اسمه الاستاذ خالد صلاح. ايوه الاستاذ خالد صلاح كان مكلم الاستاذ ملهم في القضيه بتاعه الاستاذ حازم اللي يا رب نحسبه على خير وربنا يوفقه ويوفقكم جميعا. الله يعزك. فكان بيقول في كان بيهاجم وهو بيتكلم بيقول ان ايه، ان احنا بننشر كل الاخبار، والاستاذ حازم ما كانش عايزنا ننشر الواقعة بتاعت والدته وكده، وبيهاجم بالاسلوب يا استاذ محمد والله المستعان. فانا دلوقتي بكلمه من خلال برنامج حضرتك وبقول له يا استاذ خالد، يا استاذ يا محترم، احنا نرجو بقى ان انت تنشر الخبر، اهوت عندك خبر نزل لك خبر، يا ريت تنشره بثق. انا والله ما اعرف استاذ حازم شخصيا، انا من بلطيم من كفر الشيخ، ولا اعرف الاستاذ خالد شخصيا، بس ما يصحش ان احنا نعمل كده على الهواء. الناس البلاد الغريبه بتضحك علينا، معلش انا اسفه في الاسلوب، بس والله العظيم ده من غير تعدين بس، فهم مش بيقصدوا الاستاذ حازم، بيقصدوا بيشوشوا على الاسلاميين. صحيح. فاحنا وبالنسبه للاخوان والسلف، احنا كلنا مسلمين، واحنا عايزين واحد بس يطبق شرع ربنا سبحانه وتعالى، وبقول لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. شكرا. في كل اللي بيسيء للاسلاميين، حسبنا الله ونعم الوكيل في كل اعلامي ما بيقولش الحق، وانا اسفه الاسلوب، وربنا يوفقكم ويعينكم، واحنا بنبارك للشيخ محمد حسان وربنا يوفقكم. السلام عليكم. شكرا. السلام ورحمه الله وبركاته. معانا المهندس صلاح. السلام عليكم. عليكم السلام. مع حضرتك مهندس صلاح ابو الركب، مدينه 6 اكتوبر. ازيك يا باشمهندس؟ الله يبارك فيك. اهلا وسهلا. انا الاول بحييك وبحيي ضيفك الكريم. الله يبارك لك. وعايز اشارك مشاركه هحاول الخصها في اسرع ما يمكن عشان وقت البرنامج. اتفضل. احنا في مصر من ايام ما كان في دوله للاسلام كانت هي نمرة واحد في العالم، اللي هي بدأت بدولة اللي أسسها الرسول صلى الله عليه وسلم وفضلت مستمرة لغاية مصطفى كمال أتاتورك بتاع تركيا. صحيح. لما تهدت عنده دولة الإسلام. صحيح. الدولة دي كان فيه محاولات لتقويضها من جميع الجهات، من شمال وغرب وجنوب وشمال. المهم لما طلعت الثورة الفرنسية ونتج عنها نابليون، بقت مثال يحتزى لبعض دول اللي هي المحيطة بدولة الإسلام. الثورة الفرنسية واللي عمله نابليون ده من نظام برلمان ودستور و و و و حاول يعمله عندنا هنا في مصر ويقتطعها كجزء من دولة الإسلام، فشل، لأن وجد أن عقلية المسلمين لا تتفق مع الأنظمة اللي هو بيدعو ليها. المهم اللي هو فشل فيه كنابليون بقواته حققه بمحمد علي اللي احنا بنقول عليه مؤسس مصر الحديثة. محمد علي بقى وسلالة أولاده، مرة والي، مرة سلطان، مرة خديوي، مرة ملك، وبعدين يطلع لنا واحد يقول إن السياسة دي فشلت ويسميها جمهورية اللي هو جمال عبد الناصر. وهلما جرى يعمل منابر، يعمل اتحاد اشتراكي، مرة دولة اشتراكية، مرة دولة رأسمالية، يجي السادات يقول طب هنعمل المنابر أحزاب، طب نعمل مجلس شورى. المهم عمالين نلف في دوامة من يوم منهار دولة الإسلام، إن إحنا ما نتحكمش بالإسلام أبداً، نجرب شيوعية، نجرب اشتراكية، نجرب طبل، نجرب زمر، نجرب يمين، نجرب شمال، المهم نبعد عن الإسلام. الخلاصة يا أخوانا، إحنا دلوقت اللي ظاهر في العالم إن الإسلام ابتدى يقف على رجليه، وإن الناس ابتدت تعقل وتفهم إن إحنا نضحك علينا من 200 سنة. طالما فهمنا كده وربنا نصرنا وأزاح العقبات اللي قدامنا، نقوم نلف ونرجع ندور، نحط نفسنا في نفس الدوامة، نقول طب نعمل برلمان، طب نعمل دستور، طب الدستور أولا ولا رئيس الجمهورية أولا، طب الرئيس صلاحياته إيه؟ يا أخوانا يا أخوانا، أنا بناشد الناس اللي عايزين يكتبوا الدستور اللي احنا مختلفين عليهم هم مين؟
هتعرفوا تنظموا العلاقة بين المجتمع بأسلوب أرقى من كتاب الله. يعني انت الرسول صلى الله عليه وسلم. انت حضرتك عشان بس نوصل للنقطة عشان وقت البرنامج بعد إذن حضرتك، حضرتك عايز اللجنة التأسيسية تكون هدفها المشروع الإسلامي. طبعا القرآن دستورنا. صحيح. صعبة دي، صعبة. صحيح. هنعرف نعمل دستور أحسن منه؟ شكرا. لو هنعرف اتفضلوا ورونا نفسكم. شكرا. إنما ده احنا مختلفين، مين اللي هيكتب؟ يا أخوانا هو هيكتب إيه؟ هيكتب إيه؟ هيعمل إيه؟ هينظم العلاقة بيننا وبين بعض وبيننا وبين الآخر إزاي؟ عنده أحسن مما قال الله؟ عنده أحسن من ده؟ إن كان عنده يورينا ونشوف أيهما أحسن. شكرا. وصلت فكرة حضرتك. المتوكل على الله ما يخافش. الله يبارك. البشاير باينة وربنا هينصر الإسلام. شكرا إن شاء الله. شكرا شكرا لحضرتك. معنا مين؟ معنا أم محمد. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اتفضلي. أول حاجة أنا بهني الشيخ محمد حسان. الله يبارك. بالمركب حالها كلها أتمن بالتهنيه وربنا يزيدكم علم. الله يبارك. كلكم جميعا. وانا ليا سؤال بس عندي يعني بتوع مجلس الشعب اهو قاعد بقول لهم يعني بصوا برأفه، بلاش في اللي في مصر، اللي في مصر عارفينهم، لكن بصوا برأفه للي قاعدين في الاردن علشان زودوا المصروفات على الطلبه بتوع الاردنيين اللي هنا مبهدلين المصريين في الاردن مبهدلينهم، اللي معاه مره وعيال متبهدل، اللي قاعد لوحده متبهدل، الاسبوع اللي فات مات خمس تنفار، الاسبوع اللي قبله مات خمس تنفار. ماتوا ازاي بقى؟ ماتوا في ايه؟ ماتوا لما بيجروا بيمسكوهم عشان يرحلوهم على هنا بيجروا يعني على شارع عمومي العربيات بتدوسهم، وديت يعني حقيقه. وانا اتصلت بالخارجيه المصريه واتكلمت معاهم وبعتنا فاكسات من هناك ليهم، يعني انا عايز تبصوا برأفة وتحلوا المشكله ديت بالاردن والمصريين اللي هناك، نبقوا ثواب واجر وثواب عشان دولت متغربين على عيالهم وعلى امهاتهم. ولو لاقيين هنا سبب ترحيلهم ايه حضرتك لو سمحتي؟ سبب ترحيلهم من الاردن علشان اللي بيبقى مثلا معاه تسريح مثلا زراعه بيخش في تسريح عمل تاني عشان ده واقف يجيب قرش بقى طبعا عشان خارج من هنا مستلف قرش منك ومن غيرك عايز تسد المصاريف اللي هنا سليم. طبعا هناك بيروحوا مسكنهم بيقول طب نجدد التسريح مثلا نغير التسريح من تسريح لتسريح، ما بيردوش هناك يقول لك لا اتوقف عشان هناك بتاع وزاره التربيه والتعليم عملوا المصروفات. احنا عشان بس ما نغيرش مسار الحلقه، احنا يعني سياده النيابه انا هكلمه طبعا. انا عايز ارد عليها. اتفضل. انا كنت برضو من يومين سمعت في برنامج على قناة إسلامية برضو إن كان في مشكلة، إن برضو بيتكلموا إن في سوء معاملة بالسلطات الأردنية للمصريين اللي موجودين هناك أو الجالية المصرية موجودة هناك. عملت طلب إحاطة لوزارة الخارجية برضو عشان يرد علينا في الموضوع ده. صحيح. أنا يعني فعلا أنا مهتم جدا. الكلام ده إحنا قدمناه امبارح وإن شاء الله على الأسبوع الجاي هنعرف الأسباب إيه إن شاء الله. شكرا لحضرتك. طيب إحنا عشان بس نرجع للموضوع المهم، إحنا كنا بنتكلم في الفعل ورد الفعل. العملية السياسية مجلس الشعب دلوقتي في ايده اصدار قوانين. ليه المجلس بينتظر لساعه ما تقع مشكله كبيره جدا ويبتدي يتحرك؟ التشريع ده كان ممكن يخلص في يوم واحد قبل فتح باب الترشيح. الوضع اللي احنا فيه دلوقتي حرج دستوري كبير جدا. زي ما حضرتك سالتني قبل الاسئله، قبل الساده اللي اتصلوا، حضرتك بتقولي لو 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 تم اقصاء المرشحين على الوضع الحالي بالقانون ده ايه هندخل في مطامه دستوريه. انا عايز حضرتك توضح لي بصراحه ليه ما بيتمش الاعداد والتخطيط الصحيح؟ دي بتنبئ بحاله خطيره ينبغي مراعاتها في المستقبل. لا احنا مش عايزين برضو نشكك، مش تشكيك، لا احنا مش عايزين نشكك برضو في الكفاءات اللي موجوده لان برضو اللجنه الدستوريه واللجنه التشريعيه بها كفاءات كبيره جدا. صحيح. وهم اعادوا صياغه القانون اللي تم تعديله، واظن ان شاء الله ان النهارده هم بيتناقشوا بيتكلموا بثقه جامده جدا على هم شايفين ان القانون ده حتى لو طعن عليه مش هيحصل استجابه للطعن او المحكمه هتحكم لصالحنا. فاحنا ان شاء الله ندي القضاء بقى فرصته وهو اللي يقول كلمته. صحيح. علشان خاطر ما نتعجلش الامور، لكن احنا عايزين نبقى متفائلين بجانب ان المجلس نفسه عليه اعباء من ساعه ما دخلنا، مفيش راحه. انت عارف حصل كذا صدام وكذا مشكله، وبعدين حضرتك اي نائب فينا دلوقتي لو انت سالته ايه الطلبات اللي عندك، والله عندنا قوه الطلبات. يعني الناس برضه عندها عشم في الاسلاميين كبير جدا.
في يعني في كل طبعا انت بتتكلم على مشاكل 60 سنه عدت. فانت مشاكل 60 سنه فكرك انت لما بتبني عماره ممكن بتبنيها في سنه بتهدها في ساعه صح؟ بلد بتتهد بقى لها 60 سنه هتبنيها في قد ايه؟ الطبيعي انك عايز 600 سنه، لكن احنا عشمانين في توفيق ربنا ان احنا كلنا نحسن النيه لله عز وجل ان احنا فعلا شغالين بنيه خالصه لله عز وجل ان احنا ننقذ الناس دي وننقذ نفسنا قبليهم يعني ونطلع نصعد بالامه دي للقمه زي ما كانت على القمه. انا بكلم سيادتك يا سياده النائب في نقطه مهمه جدا، هي التخطيط اهم عنصر في العمليه. انا قلت لحضرتك الزحمه اللي عندنا يعني كاد تكون الزحمه احنا مش هتخلص. انا على فكره انا طبعا ممكن تكون هي الزحمه نفسها هي اللي عملت كده وبعدين، بس احنا ليه نقول الفكره نفسها جت متاخره؟ احنا نحمد ربنا الفكره جت، في ناس ثانيه في احنا ممكن نكون فكرنا متاخر شويه، في ناس ثانيه ما بتفكرش خالص. فمجرد ان الفكره جت اصلا ده ايجابي. طب احنا عايزين بقى يعني الواقعه دي تكون توضع نصب العين. انا طبعا حضرتك انت تحديدا انا يمكن بحكم علاقتي بيك وقربي منك عارف قد ايه ان انت انا مسميه نائب الانابيب على فكره. يعني ناس كتيره ما تعرفش يعني ايه النائب في ابو خضره، انابيب شغال زباله يعني بصراحه بيبذل مجهود غير طبيعي. انا بشوفه بعناية بصراحه يعني فعلا بيبذل مجهود وطاقه بشريه، شاب بيبذل مجهود غير طبيعي وشايل الامانه على كتفه بصوره قويه جدا. برضو أنا مصر إن البرلماني جزء كبير منه أهم بكتير من ده، يعني أنت طبعًا ممكن يخصص ناس للجزء ده طبعًا. وأنا عارف قد إيه هو دي بتلمس الناس والناس فرحانة بيها ومبسوطة بيها، ولكن إحنا بنتكلم برضو على تخطيط لدولة. فإعطاء العمل البرلماني الحقيقي والعمل السياسي المساحة دي كان لازم توضع نصب العين في الفترة اللي فاتت مراعاة للظروف. هنتعامل بقى مع الوضع إزاي؟ يعني الترشيحات هتمشي في صورة شكلها إزاي؟ الترشيحات من الحزب يعني؟ من الحزب، الحزب لسه المفروض باب الترشيح اتقفل. هو قالوا ان هو بعد غلق باب الطعون تمام وبعد فرز كل الطعون والتاكد من سلامه موقف كل المرشحين سواء في ناس هتبقى موجوده لسه او في ناس هتخرج بعدها هيتم تحديد الحزب هيختار مين. وانا شايف ان المشاكل اللي حصلت مع الاستاذ خيرت الشاطر والمشاكل اللي حصلت مع شيخنا المحترم الشيخ حازم ابو اسماعيل، المشاكل دي اكدت وجهه نظر حزبنا انها وجهه نظر صحيحه. ان الحزب لما قال ان هو هيستنى للاخر وبعد باب الطعون انا شايف ان انا كنت مستعجل شويه ان هو يقول، لكن انا بقرر ان وجهه نظر الحزب كانت صحيحه. صح. لان اللي حصل في المحكمه ده والبلبله اللي حصلت ديك تاكد ان الحزب فيه ناس بتفكر وناس عندها نظره مستقبليه. لا كلمه حق. يعني الحزب يمشي بخطى حسيسه ولكنها خطى منتظمه ومتواليه منتظمه محترمه بتنال ثقة الناس. يعني مفيش انكباب على سلطة، مفيش جري ورا مناصب بصورة بتقلق الناس زي ما بيحصل في بعض الأمور الأخرى. لا، الحزب ماشي في خطى منهجية محترمة، وأنا يعني عدم الإفصاح عن المرشح إلا بعد قفل باب الطعون دي كانت خطوة أعتقد أنها حكيمة تحسب الحزب النور. صح؟ صحيح. أنا بقول لحضرتك أنا في البداية كنت بتعجل جداً واتصلت بالشيخ هشام كذا مره بقول له طب احنا ليه ما نعلنش دكتور هشام ابو النصر. دكتور هشام ربنا يبارك فيه ويحفظه عضو الهيئه العليا للحزب ومسؤول الامانه على مستوى محافظه الجيزه. كان الدكتور هشام دايما يعني هو اقرب واحد لينا بحكم ان هو مسؤول الامانه في الجيزه، فكنت دايما اتكلم معاه شيخنا طب ليه ما نعلنش ما الصوره اتضحت؟ كان يقول لي لا لسه ما اتضحتش. انا شايف ان المشهد اكتمل، لا لسه ما اكتملش. فعلا لما حصلت وقالوا ان ام الشيخ حازم امريكيه وان قانون براءه الذمه بتاع الدكتور خيرت الشاطر او الاستاذ خيرت ان غير مكتمل وان لازم ننتظر 6 سنين العقوبه التبعيه للعقوبه انتظر 6 سنين والكلام ده. انا لما شفت كل الطعون دي فعلا قلت افرض الناس دي خرجت من المشهد دلوقتي واحنا كنا قلنا ان احنا نختار واحد مثلا من الاثنين دول، كنا حطينا في احراج مع المرشح الجديد اللي هنختاره. صحيح. صح ولا لا؟ لا، ومع قاعدتك ان انت طبعا يبقى انت بتدور على بديل مش اساسي، يبقى انت رايح له وهو عارف انك جاي له بديل. فبرضه بيبقى انت معاك كارت حافظ عليه للنهايه لان الكارت ده انت بتلعب بيه لصالح الناس مش مساله شخصيه. وربنا يعلم ان احنا كلنا لما نزلنا الانتخابات او نزلنا المجلس مع الحمد لله اغلب اعضاء المجلس في حزب النور او كلهم انا عن نفسي مكلف، ما حدش تقدم ولا راح قال انا عايز انزل الانتخابات. لا، الناس كلها تم اختيارها وتم عمل طبعا عليهم عمل المجمع الانتخابي وتم اختيارهم بناء على المشايخ الكبار، والناس اللي تم اختيارها هي اللي موجوده، ناس كلها نيتها تخدم، ما حدش في نيته حاجه غير كده. فهو انا بحمد ربنا طبعا ان احنا ما تعجلناش، ان كانت وجهه نظري ان احنا لازم كنا ناخد قرار سريع، لكن انا اكتشفت بعد كده ان انا كنت خطا
وان هم صح وهم فعلا اكثر خبره، وهم دلوقتي قرارهم الوضع اللي في الشارع دلوقتي اكد ان قرارهم هم صح. هم هياخدوا مين بقى تاخد مين؟ احنا نتمنى ان ربنا سبحانه وتعالى يولي الاصلح. وفي النهايه يعني كل المرشحين المتقدمين من الطرات الاسلاميه كلهم ناس محترمه، وفي الاخر انا شايف ان الناس عندها الوعي الكافي. بس انا بدي لمحه بسيطه، ان انت ممكن وانت بتختار عضو مجلس الشعب وعضو مجلس الشورى ان اخطات في اختيارك ليه، بيبقى عندك فرصه انك ممكن تلاقي نائب تاني في نفس الدايره ممكن يكون كويس. لان بيبقى الدايره نفسها فيها نواب من اكتر من حزب. صحيح. صح ولا لا؟ لكن انت يعني ممكن الدايره الواحده يعني دايره زي دايره الجيزه فيها 30 نائب مجلس الشعب. فانت دلوقتي لما بتيجي تختار رئيس للجمهوريه لا احترس بقى، لان انت بتختار رئيس واحد بس. صح. فلازم تبقى دقيق قوي في اختيارك، لان انت ما عندكش فرصه ثانيه، ما عندكش بديل. فانت ما يعني ما ينفعش يبقى حد واقف عند الباب ويقول لك حزب النور رمزي مش عارف ايه، حزب كذا رمزي كذا، ما ينفعش حد يلخبطك بقى. ده انتخابات رئاسه يعني لازم نصحى بقى، لازم ان تبقى رايح. كانوا بيقولوا حزب النور رمز ليه؟ رمز القطه. معرفش. انا في امانه بس قبل يعني قبل نهايه الحلقه لازم اكون امين معاك فيها. احنا كنا رحنا سوا الواحات البحريه وكان في بعض الطلبات لاخواننا وحبايبنا في الواحات البحريه حبيبنا. وهم اصحاب فضل علينا طبعا، ويعني مقربين جدا الى قلبي وقلب حضرتك، انت عارف ده كويس. ربنا يعلم، وربنا يعلم ان احنا بنحبهم كلهم في الله. ناس قد ايه شعب وناس جميله قابلونا مقابله احسن مقابله في الواحات واكرمونا احسن كرم، وعندهم مشاكل كتير ويعتبروا جزء منسي من مصر. ايه اخبارهم معاك؟ والله انا حتى الفتره الاخيره دي انا كلمت الامانه هناك من حوالي اسبوع لما حصل بلبلة معايا كل شويه، انتوا هتنتخبوا مين مش هتنتخبوا مين، فانا جبت رقم قلت لغايه ما الحزب يقرر هننتخب مين وبعد كده ارجع للرقم القديم تاني. فاتصلت بمحمود اديته الرقم بتاعي عشان اتابع معاه، لكن هو قريب كان موجود هنا وكان عندهم بعض الطلبات اللي قدمناها في بعض الجهات، وجددنا القافله الطبيه. احنا كنا عملنا قافله طبيه قبل كده، عملنا فيها 28 عمليه مجانيه وجددنا القافله دي من حوالي اسبوع. وطبعا احنا انت ادرى بيها لانك انت مشارك معنا فيها، يعني جزاك الله في خير. الله يبارك لك. يعني انا بوصيك باهل الواحات لان هم كانوا اصحاب فضل. لا هم فعلا لا اصحاب فضل وناس محترمه، وبنحمد ربنا ان لسه في ناس على الفطره والسجيه الطيبه دي موجوده. وانت بتتمشى هناك في البلد تحس ان انت في المدينه عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، لان هم دي فعلا كانت كلمتي هناك والله دي حقيقه. هم فعلا ترتاح نفسيا هناك جدا. انا بروح هناك انا بحس اني اتعالجت يعني. طيب. وانا مشتاق اروح لهم واحتمال قريب اروح لهم. لازم نروح لهم قريب ان شاء الله. عايزين نتكلم على بعض القوانين كده اللي المجلس محتاجها وكنا بنتكلم فيها دايما. تمام. قانون اسره. قانون الاحوال الشخصيه. يعني انا شايف ان قانون الاحوال الشخصيه ده من القوانين، انا كنت هقدم القانون ده وانا كنت اتناقشت معاك فيه قبل كده، لكن الشيخ عادل عزيز سمعت ان هو تقدم بقانون الاحوال الشخصيه. لكن القانون ده بالذات انا شايف لازم نسرع في بعض الطرق فيه، لان طبعا قانون ظالم جدا. يعني حضانه الطفل دي لازم تحدد لها سن اقل من كده. يعني ايه الولد يبقى طبقا للشرع؟ هو الشرع 15 سنة والبنت مش عارف البنت لحد الجواز، لحد الجواز يعني مش هيشوفها تاني. انا كنت قاعد مع والد بنت في والد يعني اولاد في الشيخ زايد كنا عاملين انا عارف المقابله دي. كنت قال لي انا قعدت انا بقى لي 16 عيد ما شفتش اولادي، ولان زوجته مثلا من عيله كبيره شويه. لكن وبرضه تحديد سن الزواج ما فيش حاجه اسمها 18 سنه. يعني يعني انا شايف ان بنتي مثلا عندها 14 سنه ومهيئه وجالها راجل مثلا مناسب وانا ادرى بيها، الشرع بيقول والدها ولي الامر اللي يحدد ان كانت تنفع ولا ما تنفعش للزواج. انت ليه انت بتتكلم على حقوق الانسان والحريات ومش الحريات وجاي تقيدني بتوقيت ازوج في بنتي؟ في حاجه في الدنيا اتقال ان البنت تتجوز؟ ده دول اوروبا اللي احنا بنتكلم فيها ان هم مفسدين في الارض زي ما بيتكلموا، ما عندهمش تحديد زواج. انت هتجننونا يا جماعه في ايه؟ طيب دوله اسلاميه يحصل فيها تحديد زواج؟ طيب. لا ده لازم يتم القضاء عليه تماما القانون ده يعني ان شاء الله. وبرده من ضمن الحاجات القانون الخلع لازم برده يكون في وجهه نظر معينه تتفق مع الشريعه الاسلاميه. طيب احنا كنا قبل كده برده اتكلمنا في قانون 119 من القوانين المهمه جدا هي قانون البناء على الاراضي الزراعيه. ده برضو من الحاجات اللي لازم تكون في الحسبان في الفترة القادمة. أنا والله يعني أنا ما تقدمتش بحاجة في الموضوع ده خالص. لا أنا إحنا كنا لكن أنت لو عندك أي مشروع قانون مناسب إحنا نقدمه. أنا قدمت من ثلاثة أيام مشروع يوم الثلاثة اللي فات قدمته الاثنين.
قدمت مشروع النقابات العمالية لأن إحنا في المجلس مدينا الدورة النقابية للنقابات العمالية 6 شهور قبل ما يبقى في فرصة للأعضاء إن هم يقدموا مشروع قانوني. الحمد لله أنا قدمت مشروع قانوني للنقابات العمالية يوم الاثنين والمادة حصل التلات، فهيتم مناقشته الفترة اللي جاية ده لأن القانون القديم كان فيه مشاكل كتير جدا، كان بيدي الحق للسلطة التنفيذية إن هي تتدخل في نتائج الانتخابات وكمان بيدي الحق إن هي يعني كمان إنجاح فصيل والإقصاء على فصيل آخر، فدي كانت بتبقى كارثه. اللي كان طبعا انت عارف النقابات دي كانت بتمثل النظام قلق في دماغه شويه لان كان هم لهم تنظيمات معينه كده، فكان دايما بيجوا على اقصاء طرف يستبعدوه تماما وانجاح طرف معين النظام عايزه. فالمرحله وبعد الثوره وبعد انتوا دلوقتي، انت دلوقتي يا سياده النيابه هترجعنا كلامنا تاني، ما انت دلوقتي بقيت النظام صح؟ طبعا يعني مش احنا، يعني احنا مش عايزين نتكلم على احنا حزب النور، احنا برضو احنا لما نيجي نتكلم للواقع الحريه والعداله حزب وحزب النور حزب تاني حاجه، ده عنده افكار ومبادئ اللي بيقاتل من اجلها وده عنده المشروع الاسلامي اللي بيقاتل من اجله، كل واحد عنده فكره المختلف تماما، لكن ان احنا بقى في توافق بيننا ده توفيق من ربنا من فضل الله. يعني احنا لما نكون متفقين لمصلحه البلد ولا نكون مختلفين، احنا لو مختلفين بتالي ده اللي يخوف صحيح. لكن احنا متفقين بتالي ده يرضي الناس في الشارع. لا انا بتكلم في سياسه الاقصاء زي اللي حضرتك كنا بنشتكي منها قبل كده، احنا مش عايزين نتحول بفكر الانحراف التشريعي اللي انا كنت بتكلم فيه في بدايه الحلقه. هو ما يعني ايه انحراف تشريعي؟ انحراف التشريع ان ينحرف التشريع عن غرضه والهدف من القاعده القانونيه ان تكون عامه مجرده الى ان تخصص لاحاد الناس، هنا اسمه انحراف تشريعي وبطريقه اخرى يسمى انتقام تشريعي. ده بي 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 يعني قتل القذافي يعتبر انحراف؟ ايه انا قتل القذافي مثلا يعني هو ده، هو دي مش نتائج ثوره؟ لا ما هو دي اعمال ماشي أعمال ده النهارده اتقال في المجلس، لكن انت وصلت المجلس تشريعي ماشي. طب هو ليه اللي قتل القذافي ما اتحكمش عليه بالاعدام؟ دي انا 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 انت بتتكلم في حاله الميدان نفسها، في حاله الوضع نفسه. ما احنا نزلنا في حاله الميدان. لا انت دلوقتي وفي انقاذ وفي بكره ماشي مع مجلس المنتخب، بس برضو انت ما زلت داخل. خد بالك انت دلوقتي مسؤول مسؤوليه دستوريه. المشكله الامور ما بتتبحث كده، هي البحث الامور لازم يعني يندرج تحت محل الدستوريه وعدم الدستوريه، الشرعيه وعدم الشرعيه. انت دلوقتي بقيت في مجلس تشريعي بتتكلم بمنطقه الشرعيه وعدم الشرعيه، مش منطق الثوريه التشريعيه. دي برضو نقطه مهمه. والله يا استاذ محمد انا شايف ان هم اللي حطونا في وضع محرج، اللي هي اعضاء الحزب المرحلي. هم كان لازما يرتاحوا شويه، كان اسبوع. لا المشكله انا التشريع بتاعه لا معلش هو قدر الله ما شاء فعل اللي حصل. بس هم كان لازما يرتاحوا شويه ويدوا فرصه. يعني مش معقوله مصر ما فيهاش الا 200 راجل دول، كل ما نيجي نعمل انتخابات يظهروا لنا على الساحه. لا ادوا فرصه بقى، انتوا افسدتوا الحياه السياسيه في مصر والنتائج موجوده. احنا يعني احنا مش ظالمين ليكم، لا النتائج معلنه للناس، هاتوا لنا نتائج ايجابيه حصلت في 30 سنه اللي فاتت، وكلهم كانوا بيشغلوا مناصب هامه في البلد. يعني كل المتقدمين دلوقتي كانوا بيشغلوا مناصب كبيره في البلد. عملت ايه؟ انت قدمت ايه وانت في منصبك؟ وكان كل حاجه متوفره ليك صحيح. انت كنت الحزب الحاكم وكل حاجه تحت امرك صحيح. انتوا انشغلتوا بايه؟ انشغلتوا بخدمه مشروع تسييد الحزب الوطني وفكرة ما توريث جمال، هو ده كان قضيتكم في الحياة صحيح. صح؟ احنا ده كلام كويس. احنا عايزين نعمل ال 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 السيناريو والسياسة اللي تخلي ما نوصلش ان احنا نتزن الزنة دي، هو ده الصح. هو القصة كلها مش قصة هم دول قلنا فيهم ما قلنا تمام. النتيجة الناس دي قد يكونوا لا يصلحون من وجهة نظرنا لتولي اي عمل، ده كلام ما فيش جدال عليه. انا اواجه ده ازاي؟ هو ده محل البحث، ودي سياسه البحث سواء تشريعيه سواء سياسيه. ده اللي احنا لازم نتداركه في الفتره المقبله، وده لازم يكون محل الفكر والتخطيط، ان احنا نمنع نضع من القوانين ما يحول، مش نستنى اما ندخل في المشكله عشان ما نوقعش في المشكله. المشكله دي مشكله دستوريه رهيبه، ممكن تدخل مصر في ربكه دستوريه لفتره طويله، وده امر ينبغي تداركه. ودلوقتي تداركه بعمل سياسي مش بعمل تشريعي. يعني دلوقتي لازم تتعامل مع الموضوع بمنطق انه ترشح فعلا، تعد العدة انه ترشح فعلا وتحط مرشح واحد قدامه، انما اللي بيحصل ده انك تحط تشريع وتبتدي انت بتزيد من شعبيته اكتر، بتزيد من قدرته اكتر. اعتقد ده لا انا شايف ان احنا بعد اللي حصل المناقشات اللي حصلت في المجلس احنا مش بنزيد من شعبيته، بالعكس انا شايف ان الامور اتضحت للناس اكتر. يعني حتى لو القانون نفسه مش هيكمل او مش هيكتب له عمر ان هو يتنفذ على على الوضع الحالي احنا فيه، انا شايف ان المناقشات داخل المجلس ادت فرصه للناس انها تسمع
وتعرف بعض المعلومات علشان تعرف هي الناس دي صورتها الحقيقيه ايه. طب ليه الموضوع يعني ده ما اتعملش لما عمرو موسى طرح نفسه السيد عمرو موسى؟ احنا ما هو انت كده بتاخدني برضو في حته ان ده تفصيل لشخص معين. حتى لو مش تفصيل لشخص معين او تفصيل لشخص معين هو لازم يخليك تغير حساباتك. يعني انت لما تشوف تقدمه، انا من وجهه نظري ان تقدمه للترشيح وحته ان انا سمعت بعض المعلومات ان كان بيتصلوا بالعساكر في الجيش، لا طلع هتعمل 10 توكيلات تاخد 10 ايام اجازه، في ناس كانت بتاخد في استقالات، الله اعلم كلام صحيح ولا لا، بس انا قريت الكلام ده. وبعدين وجود الامن نفسه وعساكر الشرطه العسكريه يوم ما ترشح، وبعدين حته ان هو يجمع كم 110,000 توكيل، 110,000 توكيل في 24 ساعه، دي حاجات تخليك تفكر هو في ايه؟ يعني تسال نفسك هو في ايه؟ وانا مين؟ يعني فهو ده اللي يخليك تحس ان ايه، ان بس ياكد حاجه، ياكد ان الاسلاميين ما عقدوش صفقه زي ما كانوا بيقولوا. الاسلاميين عقدوا صفقه مع العسكري، اهو مفيش صفقه ولا حاجه، بدليل ان احنا في مفترق الطرق مع بعض، بجانب ان تقدمه ووقفه العسكري معاه ده بيخلينا نقول يا جماعه احنا رايحين على حكم عسكري جديد. طب انا عايز اقول لك مفاجاه بمناسبه بقى القانون ده، برضو انا لازم تتقال. القانون ده هيخلص، مجلس الشعب هيوافق عليه، المفروض مين السلطة اللي بتعتمد القوانين؟ لو انت تقصد القوات المسلحة او المجلس العسكري، ماشي في حاجة المجلس العسكري، ما انا ليها رد برضه. انا لسه ما قلتش الموضوع عشان اتفضل، بس انا عارف انت بتتكلم فيه. لا انت ما تعرفش، انا ما تعرفش جوا ايه. اتفضل، كل خير ان شاء الله. المفروض الموضوع ده القانون هيتعرض على المجلس العسكري، لو المجلس العسكري ما وافقش عليه وما اعتمدوش، انت عارف عارف ده معنى ايه؟ استفتاء. ماشي، بس في، لا مش استفتاء، معناه لا استفتاء. حضرتك الباب ده 185 في اللائحه. اتفضل. بتقول في صفحه، بص رقم 82 في كتاب في اللائحه. ماشي. واللائحه ما عاجبها لك. بتقول حضرتك ان لو هو اترفض بيرجع تاني للمجلس ويتم مناقشته. يعدله. ويتم مناقشته، مش يعدله. ويتم اخذ التصويت عليه، ان خد تلتين الاصوات يتم صياغته والعمل بيه من ساعته تاريخه دون الرجوع للمجلس العسكري. رفض المجلس العسكري. لا رفض. دون الرجوع رفض. انا بقول لحضرتك المجلس العسكري لو رفضوا يبقى انت ما خدتش بالك. انا قدمته للمجلس، رفضوا لعدم دستوريته. ماشي يا اخي، رفضوا يرجع تاني للمجلس لعدم دستوريته. ما انا جايلك في كلام، اللائحه بتقول كده. تمام، ماليش علاقه بقى. هو يتناقش تاني داخل المجلس، بعد ما يتناقش يتم التصويت عليه من الاعضاء، ياخد لو خد اكثر من تلتين الاصوات يتعمل بيه، يعمل بيه وينزل في الجريده ويقر من يومه وساعته وتاريخه يتم تنفيذه لعدم دستوريته. لا، في حالة عدم دستورية، ما هي عدم دستورية، عدم دستورية ازاي يا اخي؟ ما هو هيتم مناقشته تاني داخل المجلس. مش معنى ان المجلس اصدر قانون ان القانون ده ما يكونش مخالف للدستور، ما هي دي الحتة او التكئة اللي هيتم الاتكاء عليها او التعويل عليها انه مخالف للدستور. المجلس العسكري يقول مخالف للدستور، والمحكمة الدستورية ممكن تقول المخالف. انا طبعا ممكن يكون في رأي مخالف، ممكن يكون رأينا صواب او رأي خطأ، بس انا بقول التصور ان احنا اتزنقنا لان احنا ما تبصرناش القصة بصورة صحيحة. يعني برضه احنا يعني مش عارف، انت دايما انت عشان انت راجل قانون بقى، فانت شاطر قوي، فانت عمال تاخدنا في اخطائنا. لا لا لا، ما هو واحد حاجه على حاجه، مفيش انسان كامل يعني عشان الله. يعني فاحنا لو كان في عندنا بعض الاخطاء، مين هات لي مجلس تشريعي في العالم ما عندوش اخطاء؟ لكن احنا بنجتهد، كلنا بنجتهد، وفي الاخر احنا ما عندناش اهداف شخصيه، احنا عندنا اهداف عامه للناس، احنا قاصدين نخدم الناس، ومن حق الناس اللي قامت بالثوره المحترمه دي العظيمه دي، من حقهم ان هم يحافظوا عليها، صح ولا لا؟ احنا كلنا بس فاحنا كل عليها. ده ليه احنا كل ده ليه احنا؟ هو يعني هي مصر دي بتاعتي لوحدي؟ لا، هو انا لما بعمل قانون لاقصاء طرف معين هو ده هيحكمني لوحدي؟ لا، ده هيحكم ال 80 مليون ولا ال 85 مليون مصري. انا هستاذن حضرتك ناخد فاصل بعد اذن حضراتكم. السلام عليكم ورحمه الله. السلام عليكم، عدنا مرة أخرى أعزائي المشاهدين، معانا النائب فريد أبو خضرة، بنستكمل حوارنا المحترم والجميل مع سيادته. في عجالة كده حضرتك شايف مصر رايحة فين؟ أقول لك زي ما قلت للشيخ محمود، بلاش. المهم إحنا برضو عايزين وإحنا بنفكر في حال بلدنا نفكر في حاجة مهمة قوي، إن دايما حال الحاكم من المحكومين. صحيح. يعني إحنا قبل كده كان ربنا رزقنا بمبارك لان احنا اخلاقياتنا كانت تستحق مبارك. زي واحد راح لسيدنا علي فبيقول له يا علي لقد انتشرت الفوضى والفتن في عهدك ولم تنتشر في عهد مين؟ سيدنا عمر
وسيدنا أبو بكر، فقال له إيه؟ لأن عمر وأبو بكر كان أميرا على مثلي، ده سيدنا علي اللي بيقول له كده، لكن أنا أمير على مثلك. فهو ده لازم نفكر فيه كويس. صحيح. نفكر في إيه؟ إن إحنا لازم نغير من نفسنا ونصدق وكلنا نطوب ونجدد النية لله عز وجل، إن إحنا فعلا زي ما الثورة بتغير كل حاجة داخل البلد، أهم حاجة إحنا كمان نتغير، أخلاقياتنا تتغير، سلوكنا مع ربنا يتغير، سلوكنا مع بعض في الشارع يتغير، وكلنا نبدأ من نفسنا. ده مش معنى كده إن أنا راجل سليم أو مظبوط، لا، أنا بقر إن أنا أول المخطئين، لكن إحنا فعلا فعلا كلنا محتاجين نعمل ثورة على أنفسنا، كلنا نجدد النية لله عز وجل، ونرجع نتوب ونقول وندعي الله عز وجل إن يرزقنا بسيدنا عمر جديد، يرزقنا بشخص جديد يقدر ينقذ البلد من الحالة اللي احنا فيها دي. لكن ان شاء الله احنا كلنا متفائلين، لان احنا لسه فينا مشايخ كبار امثال المشايخ بتاعتنا، طول ما فينا الناس دي اعتقد ان بفضل الله عز وجل هيكون في انقاذ للأمة. لكن اللجنة التأسيسية، نوصيكم باللجنة التأسيسية، نوصيكم باللجنة التأسيسية، ما تخافوش احنا وراكم ان شاء الله. المشروع الاسلامي امانه في اعناقكم وفي ايديكم، لازم يخرج اعضاء اللجنه التاسيسيه على مستوى الثقه ان شاء الله، ويكون موضوع بخطه مدروسه وممنهجه عشان ما يحصلش اي طعن تاني ان شاء الله، ونقدر نخرج الدستور باذن الله اسلامي زي ما احنا عايزين ان شاء الله باذن الله. سياده نائب فريد ابو خضر، انا سعدت جدا بحضرتك. انا سعيد بيك دايما والله، وبتشرف بحضرتك دايما ان شاء الله. ربنا يكرمك، وانا بشكر الساده المستمعين لينا واللي بيشاهدونا دلوقتي على قناة الرحمة، وانا سعيد جدا ان انا كنت موجود معاهم، واتمنى ان دايما يا رب يحصل تواصل بيننا وبينهم وبينك كده ان شاء الله باذن الله. شكرا لحضراتكم اعزائي المشاهدين على وعد بلقاء قبل هذا اللقاء بساعة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله. تي في شوب بتقدم عرض التخسيس المتخصص اللي بيتكون من قطعتين مهمين جدا. اولا شرط التخسيس الفوري المتخصص في القضاء على الدهون والترهلات في الفخذين والاجناب والارداف. الشرط مصنع من مادة النيوبرين القادرة على اذابة الدهون، والتي تعمل على تفتيح المسام الجلدية المسدودة من كثرة الشحوم، ويبدأ الجلد في افراز العرق الذي يساعد على تنفس الطبقات الداخلية من الجسم، وبكده نقدر نشد الجلد ونقوم الخصر والفخدين ونرجعهم لحالتهم المثالية. أما ده حزام التخسيس السريع